هو باين عندي إنه ابتدى يعمل إيه كودينج. تمام مش مستوى. نستنى 5 دقايق كمان تكون الناس ابتدت تيجي شوية عن كده. تمام ماشي، انا هقول لهم على الجروب برضو ان احنا بدأنا عشان لو في حد لسه مستني. تمام يا والناس اللي فيها متأخر تبقى تلحق باقي الكود النهارده إن شاء الله. سامعيني طيب الأول؟ الصوت واضح يا باشمهندس. النهارده إن شاء الله هنحل مسألة من شيت 3. المفروض إن محاضرة الدكتور نزلت والمفروض برضه إن أنتوا اتفرجتوا عليها. النهاردة هنحل المسألة دي آخر مسألة في شيت 3، دي أصعب مسألة في الشيت، نحلها سوا النهاردة إن شاء الله. قبل ما نبتدي، في حد من الناس اللي شافت المحاضرة حاجة ما فهمهاش أو حاجة كان عايز يسأل عليها في المحاضرة قبل ما نبدأ حل المسألة؟ طب حد اتفرج على المحاضرة أصلاً؟ باشمهندس، اتفضل. هو احنا لما نيجي نحل هنحل بالانرجي ميثود ولا الاستاتيك ميثود؟ هيبقى موضح لك، يا اما هيسيبك انت تختار، فهي حاجه هترجع لك لو هو مش موضح في المساله. يعني انا المساله المفروض اللي قدامك طالب منك ان انت تحلها بالطريقتين، بالاستاتيك والانرجي. الدكتور في الشرح لقيته منحاز قوي لطريقه الاستاتيك، فقلت ان هي دي بس اللي علينا. لا لا، انت عليك الطريقتين. هو مش منحاز لطريقة الاستاتيك، يعني يمكن طريقة الانرجي أسهل وأبسط، فهو بس حب يوضح فكرة الاستاتيك ميثود أكتر. تمام شكرا. حد عنده أي سؤال تاني قبل ما نبدأ؟ تمام. بالنسبة للناس اللي حضرت اللي اتفرجت على المحاضرة، عايزكم تتفاعلوا معايا واحنا بنحل المسألة دي. لو أنت عندك مسألة بالمنظر ده، عبارة عن تو سبانز وكانتليفر، ايه اول خطوة علشان تحل؟ ايه اول حاجة هتفكر فيها؟ انت عندك مسألة مطلوب منك ان انت توصل لقيمة اللود الالتيميت in term of MP، يعني MP مجهول، انت هتطلع قيمة الW in terms of MP. فانت مسألة زي دي اول حاجة بتفكر فيها ان انت تقسم المسألة بتاعتك دي لعدة اجزاء. فأول جزء عندك الاسبان اللي اسمه AB. الاسبان AB دوت لو جينا أخدناه لوحده، بالمنظر ده، أول حاجة هنتكلم عن الانرجي ميثود. علشان أحل انرجي ميثود أنا محتاج أعمل إيه؟ أول حاجة بعملها هي إيه في الانرجي ميثود؟ الناس اللي حضرت المحاضرة يا شباب نركز مع بعض، الناس اللي شافت المحاضرة يرد عليا. طيب افهم من كده ان ما حدش شاف المحاضرة اصلا. تمام. اول حاجة في الانرجي ميثود بتعملها هو انك ترسم شكل الديفورميشن وتحدد الدلتات. ليه؟ علشان انت بتستخدم في الانرجي ميثود بتقول ان الجهد الخارجي بيساوي الجهد الداخلي، او الانرجي المبذولة من القوة الاكسترنال بتساوي الانرجي الانترنال اللي عندك. فبنقول ان الدبليو اكسترنال عندنا هو الشغل المبذول للقوه الخارجيه، عباره عن كل قوه مضروبه في الكورسبوندنج دلتا بتاعتها. يعني ال 25 دبليو هتتضرب في دلتا 1
وال 15 دبليو هتتضرب في دلتا 2. ده بالنسبه للاكسترنال. طيب الانترنال عباره عن ايه؟ هو عباره عن الام بيز. انت عندك الام بي هنا مضروبه في سيتا 1، والام بي هنا مضروبه في سيتا 1 سيتا 2، والام بي هنا مضروبه في سيتا 2. طيب انا ليه بقول هنا وهنا وهنا؟ على اي اساس بقول ان هنا ام بي وهنا ام بي وهنا ام بي؟ اللي يعرف يرد. محدش عارف. تمام ماشي. دلوقتي انت عندك الاسبان اللي اسمه اي بي دوت، لما قسمته هنا ده الاندترمنس بتاعته قد ايه؟ عندك كم مجهول وكم معادله عشان تقدر تحدد الاندترمنس بتاعت الاسبان دوت. عندك اربع مجاهيل وعندك معادلتين، فهو 2 تايمز اندترمنت، فانت محتاج 3 بلاستيك هنجز اللي هم هتبقى النقطه دي والنقطه دي والنقطه اللي تحت اللود الكبير. فبالتالي انا حددت ان انا عندي 3 بلاستيك هنجز هنا، وهبتدي ارسم شكل الديفورميشن. ويبقى عندي تحت اللود ده في حاجه اسمها دلتا 1 وهنا حاجه اسمها دلتا 2، واقدر اجيب العلاقه بين دلتا 1 ودلتا 2 عن طريق تشابه المثلثات، ان دلتا 2 على 5 بتساوي دلتا 1 على 8، فيطلع عندي ان دلتا 2 بتساوي 5 على 8 دلتا 1. طيب دلتا 1 اقدر اربط بينها وبين الزوايا دي. بالنسبه للزوايا الصغيره بنقول ان السيتا بتساوي تان السيتا بتساوي ساين السيتا، فسيتا هنا ساين سيتا بيساوي ايه؟ او تان سيتا بيساوي دلتا 1 على الاربعة، فاقدر اقول ان دلتا 1 بتساوي 4 سيتا 1. ونفس الكلام الناحيه الثانيه، اقدر اقول ان دلتا 1 بتساوي 8 سيتا 2. طيب انا بعمل ليه كل ده وبابط بين المجاهيل اللي عندي؟ علشان خاطر اقدر اعوض بالحاجات دي في المعادله الورك الاكسترنال والورك الانترنال، بحيث ان انا اطلع في الاخر ان هما الاثنين ان تيرمز اوف نفس المجاهيل، عشان اقدر اطلع الدبليو بدلاله الام بي. هنرجع تاني نتكلم عن الورك الاكسترنال اللي هو عباره عن اللود في الدلتا اللي قدامه، فيبقى عندك 25 دبليو في دلتا 1 و15 دبليو في دلتا 2، ونقدر هنا نطلع دلتا 2 بدلاله سيتا 2 عن طريق العلاقات اللي جبناها من المثلث ده. هتطلع عندك الدبليو اكسترنال بتساوي 275 دبليو سيتا 2. طيب الانترنال ورك مين فتح معلش يا باشمهندس، ممكن ازاي بجيب كام الدلتا بالسيتا؟ تمام. انت لو بصيت للمثلث اللي على الشمال ده شايفه؟ ايوه يا باشمهندس المثلث ده. ايوه يعني انت عندك ساين تان السيتا دي بيساوي ايه؟ دلتا 1 على الاربعه. دلتا 1 على الاربعه، وفي الزوايا الصغيره تان السيتا بتساوي سيتا، فده اقول ان سيتا بتساوي دلتا 1 على الاربعه، او ان دلتا 1 بتساوي 4 سيتا. ده من المثلث ده. طيب لو جينا بصينا على المثلث الثاني ده، هيبقى عندك دلتا 1 بتساوي سيتا 2 في 8، اللي هي العلاقه الثانيه دي. ومن هنا قدرت اوجد علاقه بين سيتا 1 وسيتا 2، انت عندك دلتا 1 بتساوي 4 سيتا 1 ودلتا 1 بتساوي 8 سيتا 2، يعني 4 سيتا 1 بتساوي 8 سيتا 2، يعني سيتا 1 بتساوي 2 سيتا 2. باين هنا ان انا حولت كل المجاهيل اللي عندي الى سيتا 2، دي المجهول اللي انا بعوض بيه في كل المعادلات اللي عندي هنا. فهمت كده ازاي ربطت بين الدلتا والسيتا؟ ايوه يا باشمهندس شكرا. تمام نكمل الورك الانترنال. الورك الانترنال بيبقى عباره عن قيمة المومنت عند زاوية الدوران اللي عند كل سبورت. يعني أنا عندي هنا النقطة دي بلاستيك هنج، يعني عندها ام بي، فام بي هنا هتتضرب في سيتا 1. النقطة اللي بعديها هيبقى عندي هنا ام بي، بس زاوية الدوران هنا عبارة عن سيتا 1 زائد سيتا 2، يعني أنت لو كملت الخط ده على استقامته هتلاقي إن الزاوية دي كده عبارة عن سيتا 1 زائد سيتا 2، فبقى عندك ام بي سيتا 1 زائد سيتا 2. اخر نقطه عندك هنا برضه ام بي مضروبه في سيتا 2.
الكلام ده هيطلع لك لما تيجي تعوض بدلالة سيتا 2، هيطلع لك بيساوي 6 ام بي سيتا 2. في الانرجي ميثود بنقول ان ال W external بيساوي W internal، لو سويت الترمين دول ببعض السيتا هتروح مع السيتا، تعرف تطلع ان ال W بيساوي 0.022 ام بي. حد عنده مشكلة ازاي حليت اول سبان عن طريق الانرجي ميثود؟ تمام، هنحله تاني عن طريق استخدام الاستاتيك ميثود. الاستاتيك ميثود انا بعملها ازاي؟ اول خطوة ان انا برضو بحدد اماكن البلاستيك هنجز بتاعتي وباسم شكل المومنت. انا عارف ان عند البلاستيك هنج هنا في ام بي، وعند البلاستيك هنج هنا في ام بي، وعند البلاستيك هنج التالتة في ام بي. طيب انا عارف دلوقتي قيمة الضرب ده، الضرب ده قيمته 2 ام بي، لان انا عندي ام بي فوق وام بي تحت، فالضرب ده بقى قيمته 2 ام بي. طيب اعرف ازاي اطلع الضرب اللي بتسببه 25 دبليو دي؟ عن طريق ان انا احل السبان ده كانه سمبل سبان، احط اللود على سمبل سبان واحسب المومنت تحت اللود ده، ده قيمه الضرب اللي هتسببه اللود دي. فلو حليت السمبل سبان ده وطلعت رياكشن عند الجوينت تاخد مومنت هنا، هتطلع ان 2 ام بي اللي هو اللي انت جايبها من المومنت دياجرام بتساوي قيمة الدروب اللي تسببه اللود دوت اللي هو 275 على 3 W. من هنا تطلع W برضه ب 0.022 MP، ونفس الحل اللي طلعناه بالانرجي ميثود. حد مش فاهم ازاي ده اتحل بالستاتيك ميثود؟ تمام كده احنا عملنا اول سبان. طيب خلينا اسال سؤال الاول، احنا ليه بندرس كل سبان لوحده؟ ما اعرفش الام بلاستيك هتتكون فين الاول، عشان ما اعرفش الام بلاستيك هتتكون فين الاول. فبالتالي لو معنى ان اول سبان ده حصل له انهيار، تبقى القمره كلها حصل لها انهيار. ولو السبان اللي بعديها اللي هو بي سي ده حصل له انهيار، يبقى القمره كلها برضه حصل لها انهيار. ولو الكانتليفر ده حصل فيه انهيار لوحده، يبقى القمره كلها حصل لها انهيار. فعشان كده بدرس كل سبان لوحده. طب احنا كده خلصنا اول سبان، اللي هو قلنا ان ال W لو وصلت ل 0.022 ال MP هيحصل انهيار للسبان اللي اسمه AB دوت. طيب تعالوا ندرس السبان بتاع الكانتليفر اللي هو CD. لو جينا بصينا على سبان الكانتليفر وجينا نحله بالانرجي ميثود، فقلنا الانرجي ميثود محتاجين ان احنا نرسم شكل الديفورميشن ونوقع عليها الدلتا اللي عندنا والثيتا اللي عندنا ونوجد علاقه ما بينهم. من المنظر ده تعرف تقول ان دلتا واحد بتساوي 4 سيتا واحد. تيجي تقول ان الدبليو اكسترنال بتساوي 6 دبليو مضروبه في دلتا واحد زائد الدبليو في 4 في دلتا واحد على الاثنين، ودي قيمه الورك اللي بيبذله الجهد الديستريبيوتد، بيبقى عباره عن الديستريبيوتد لود مضروب في السبان في الدلتا على الاثنين، كانك بتجيب مساحه المثلث ده مضروبه في ال W. هيطلع معاك 32 W سيتا 1 لما تعوض بان الدلتا 1 بتساوي 4 سيتا 1. طيب ال W الانترنال بتساوي، ما عنديش غير هنج واحده لان ده كانت ليفر، لو حصل بلاستيك هنج هنا الكانت ليفر كله انهار، فيبقى عندك ال W انترنال بتساوي ام بي في سيتا 1، هتساوي W external بال W internal، هتطلع من هنا ان ال W بتساوي 0.031 ال MP. ولو جيت تحل بالستاتيك ميثود فانت هترسم شكل المومنت، هو مفيش غير MB عندك، والمومنت اللي بيسببه اللود ده على الكانتليفر ما هو الا المومنت بتاع الكانتليفر العادي اللي هو 6 W في 4 زائد W اللي هو distributed load في 4 في 2، اللي هو هيساوي 32 W. من هنا تقدر تطلع ان ال W بتساوي 0.031 MP، وده نفس الحل اللي جبناه بالانرجي ميثود. كده مش فاضل غير سبان واحد اللي هو BC. عشان احل السبان دوت انا عندي هنا جزء الكانتليفر دوت هيأثر هنا ب concentrated moment على السبان دوت، دي لازم تاخد بالك منها، اعملها بالاحمر عشان الناس
تاخد بالها منها. الكونسنتريتد مومنت بتاع الكانتليفر بتعوض بيه في الاسبان اللي قبليه، عشان كده انا حليت الكانتليفر قبل الاسبان دوت. تعالوا نشوف هنحله ازاي بالانرجي ميثود. طيب عايز حد من الناس اللي معايا يقول لي خطوات الحل ايه؟ انا شرحت اسبانين وده اخر اسبان، عايز حد يقول لي خطوات الحل ايه بالانرجي ميثود؟ يا شباب حد يتكلم؟ باشمهندس عمر محمد اللي فاتح الريكورد، افتح المايك واتكلم معايا. ايوه مع حضرتك تمام. احنا قلنا في الانرجي ميثود بنحل بيها، اول خطوه بنعملها ايه هي؟ نفس الديفينيشن. لا، اول حاجه بنعملها ان احنا بنحدد الاندترمنسي بتاعه الاسبان دوت. فانت لو بصيت للاسبان ده عباره عن عندك هنا اكشن واي وعندك هنا اكشن واي ومومنت، يعني عندك ثلاث مجاهيل وما عندكش غير معادلتين، معادله الواي ومعادله المومنت. فده 1 تايمز اندترمنت، يعني انت محتاج 2 بلاستيك هنجز. فاول حاجه انا حددت ان انا عندي 2 بلاستيك هنجز، وعلى اساسه هعرف ارسم شكل ايه؟ ديفورميشن. واوقع الدلتات اللي تحت كل لود واحط زوايا الانحناء بتاعتي. تمام. ال W external بنحسبه ازاي؟ اللود في الدلتا، كل لود في الدلتا المناظري. فانت عندك ال 20 W دي هتتضرب في دلتا 1، وال 5 W دي هتتضرب في دلتا 2. طيب ال 1.5 W دي هتتحسب ازاي؟ هتاخد ال 1.5 W في مساحة المثلث اللي تحتيها اللي هي ايه؟ 1.5 W في 8 في دلتا 1 على 2. طيب ال W الانترنال هنحسبها ازاي؟ تبقى المومنت، المومنت في الثيتا، قيمة المومنت في زاوية الضوء اللي جنبها. يبقى عندك هنا ام بي مضروب في ثيتا 1، وهنا ام بي مضروب في 2 ثيتا 1، وهنا ما اقدرش اقول ام بي. ليه؟ لان هنا انا ما عنديش بلاستيك هنج. طب ليه هاخد قيمه المومنت ده واضربها في الثيتا؟ عشان زاويه الدوران دي عند المومنت ده 32 دبليو ودي ثيتا 1، فهضرب 32 دبليو في ثيتا 1. كده جبت الدبليو اكسترنال والدبليو انترنال، بس لسه ما اقدرش ان انا اساويهم ببعض. عندي كام مجهول؟ عندي مجهولين لازم اربط بينهم. فهقول ان انا عندي هنا دلتا 1 بتساوي 8 ثيتا 1، ودلتا 2 بتساوي نص دلتا 1، عشان هي في النص بالظبط. هنا السبان ده 8 ودلتا 2 في النص، فهي دلتا 2 بتساوي نص دلتا 1. فدلتا 2 بتساوي 4 ثيتا 1. الاثنين دي غلط، المفروض 4 ثيتا 1. اشيل الاثنين دي وهبتدي اعوض بدلاله ثيتا 1، واساوي الدبليو اكسترنال بالدبليو انترنال، واطلع الدبليو بدلاله الام بي، هتطلع ب 0.015 الام بي. تمام، شكرا ليك يا عمر. عايزين حد تاني يجي يتكلم معايا ويقول لي هنحل ازاي عن طريق الاستاتيك ميثود. تمام، باشمهندس ديفيد مدحت، افتح المايك وتعالى نتناقش ازاي هنحل الجزء ده. مع حضرتك يا باشمهندس. تمام. ايه اول خطوه بنعملها واحنا بنحل ستاتيك ميثود؟ احنا برضو محتاجين نحدد اماكن الام بي، او اللي هو الاماكن اللي هيحصل فيها بلاستيك هنج. تمام. اوكي. احنا هنا هنحددها على اي اساس؟ هي نفس الكلام برضو، يعني هنا الديترمنسي هنا 1 تايمز برضو، فمحتاجين 2 بلاستيك هنجز. تمام. اوكي، فكده حددنا اماكنهم خلاص. فبعد كده هبتدي ارسم او يعني احل استراكشر، يعني اشوف الام بي عندي فين. وبعد كده احل الاستراكشر ده كانه سيمبل بيم عادي. طيب واحده واحده. تمام. احنا رسمنا هنا الشكل بتاع المومنت، عندي هنا دي ام بي، وعندي هنا ام بي عند البلاستيك هنجز، وعندي هنا 32 دبليو اللي هو المومنت بتاع الكانتليف. فانا اللي بقوله ان انا عايز اجيب الدوب ده،
فالدروب ده هيساوي ايه؟ عباره عن الدروب ده الاوفست اللي تحت وده انا عارفه ام بي. طيب الاوفست اللي فوق اجيبه ازاي؟ عباره عن بتشابه المثلثات. لو عملت هنا او بصيت على شبه المنحنى اللي فوق ده تقدر تقول ان الحته دي عباره عن ام بي زائد 32 دبليو على الاثنين، تمام؟ ديفيد ايوه تمام حضرتك ايوه تمام معايا. بعد كده بنجيب قيمه الدروب اللي تحت القوه دي. طيب قيمه الدروب دي اجيبها ازاي؟ ان انا احل الكاميرا دي على انها سمبل بيم، على انها سمبل بيم. بس هنا ما تاخدش معاك اللود اللي جاي من الكانتليفر. اللود اللي جاي من الكانتليفر ما تجيش تحطه هنا، غلط. من غير لود الكانتليفر وحل المساله دي كسمبل سبان، وهات المومنت تحت ال 20 دبليو. لو جبت المومنت ده حليت المساله دي مساله سمبل جدا، جبت اكشن جبت مومنت تحت هنا يطلع معاك ب 114 دبليو، هتساويه بقيمه الاوفست دوت كاملا اللي هو هيبقى عباره عن 3 على 2 ام بي زائد 16 دبليو. هتقدر توصل لقيمه الدبليو ان تيرمز اوف ام بي. حد شايف مشكله لحد هنا؟ تمام. باشمهندس لو سمحت كان عندي سؤال. اتفضل. هو احنا لما جينا حلينا اول باكيه اللي هي اي بي عملناها ان هي فيكسد فيكس، تمام؟ تمام. لما جينا بقى حلينا الباكيه بي سي ليه ما خليتهاش فيكسد فيكس وما حطيتش المومنت بتاع الكنتليفر؟ تمام. انا هسألك سؤال، هل المومنت هنا مجهول ولا معلوم؟ معلوم. نعم؟ هيكون معايا مومنت الكنتليفر. مومنت معلوم كان قسمتيها هنجد او فيكسد، كده كده المومنت معايا. ده واحد. اتنين، المسألة دي لو جينا بصينا عليها في الاول خالص، المسألة دي عبارة عن تو سبانز. اول سبان هو فيكسد فيكسد، تاني سبان فيكسد هنجد ومعاه كانتليفر. فانا بالنسبة للجزء اللي هو من اول البي، خلينا نشيل ده، من اول البي لحد الدي، ده سبان واحد عباره عن سمبل سبان ويز كانتليفر. انا عشان احل حاجه زي دي اول مود عندي ان انا عندي هنا الكانتليفر ده هينهار، عشان كده انا اخدت الجزء الكانتليفر ده ودرسته لوحده. تاني مود اللي ان الانهيار مش هيحصل في الكانتليفر، وده اللي هو السبان اللي اسمه بي سي. فبالتالي بشيل الكانتليفر وبعوض بالمومنت الناتج عنه. تمام؟ تمام. طب انا ليه لما جيت بقى حليتها من هي سيمبل ما حطيتش مومنت الكانتليفر؟ معلش قولي تاني صوتك قطع. انا جيت قيمه الدروب ليه لما كده حلها كانها سيمبل سبورت ما حطيتش قيمه الكانتليفر معانا؟ عشان عايز قيمه الدروب لللودز دي بس اللي في الاسبان ذات نفسه. هل قيمة الدروب لو احنا بصينا هنا كده، هل قيمة الدروب دي كدروب هتتأثر بقيمة ال concentrated moment؟ الدروب قيمته مش هتتأثر بيها، فما ينفعش احطها هنا وانا بحل. بيقل على الأربعة مثلا، لو دي لود، لو ده concentrated load mid span، الدروب دايما بيقل على الأربعة، صح؟ أنا لو حطيت سمبل سبان وحطيت فيه لود في النص كده وانت جاي حاطط مومنت على جنب، هل هيطلع بيقل على أربعة؟ لا. تمام. حد عنده أي سؤال تاني؟ تمام. إحنا اللي وصلنا ليه إن إحنا حلينا سبان اي بي لوحده، وحلينا سبان بي سي لوحده، وحلينا الكانتليفر اللي اسمه سي دي لوحده، وجبنا ثلاث قيم للدبليو. طيب انهي قيمه فيهم تعتبر الدبليو التيميت اللي هتسبب انهيار للكاميرا دي؟ لا صراحه. مين اللي بيتكلم؟ عمر. عمر بيقول اصغر واحده. طيب نسأل محمود ندى، افتح المايك وقول له ايه.
الو يا باشمهندس، تمام. اقل حاجه، اقل حاجه فعلا، اقل حاجه. طيب تمام، ده حقيقي ان اللود اللي اسمه 0.015 ام بي هيسبب لي انهيار الجزء اللي اسمه بي سي، فما ينفعش اللود يزيد عن كده، لان احنا اتفقنا ان كون في جزء واحد حصل له انهيار ان القمره كلها حصل لها انهيار. ودي كانت المسألة رقم 3 في الشيت الثالث عندكم، دي تعتبر أصعب مسألة أو أطولهم. الجزء ده سهل جدا، جزء الاستاتيك أو الانرجي ميثود جزء سهل، ما هوش حاجة معقدة كخطوات حل، ككونسبت الدكتور شرحه كويس جدا. الناس اللي ما اتفرجتش على المحاضرة أنصحكم وبشدة تتفرج عليها، المحاضرة ممتازة، سواء الجزء بتاع دكتور هشام أو الجزء بتاع الدكتور أكرم. حد عنده أي سؤال ثاني يخص الانرجي ميثود أو الاستاتيك ميثود في حل البيمز؟ افتحوا المايك كده شباب، حد يفتح المايك يتناقش معايا. باشمهندس عندي سؤال بس. اتفضل. هو أنا دايما في طريقة الاستاتيك ميثود بقارن الدروب بقيمة الـ MB اللي هي مثلا عند الـ عند الهنج عند الفيكسد وعند الـ وعند تحت وتحت في الدروب، يعني في مسألة هات الـ. بص انت عندك هنا اوفست، تمام، شايف الاوفست ده، انا دلوقتي حددت ان دي ام بي ودي ام بي، دايما تكون مثلا تمام تمام، دي كلها معلومه عندي. تمام صح، يبقى انا عارف قيمه الاوفست ده اقدر اطلعها. بص اللي هو ده، وبقارنه بايه بقى؟ بقارنه بالام بي والام بي، صح كده؟ ما انت يعني ثانيه واحده، انت عندك هنا تو تيرمز، شايف انت المعادله اللي على الشمال؟ تمام عندك فيها تو تيرمز. اول تيرم ده اتفقنا ان الاوفست اللي جاي منين؟ من الدياجرام بتاع من تحت. الانهيار، الانهيار ده الدياجرام بتاع الانهيار. الجزء اللي على الشمال ده بتاع الدياجرام بتاع الانهيار. طيب الجزء اللي على اليمين ده جبته منين؟ الدروب، عباره عن الدروب اللي هتسببه اللودز دي، يعني قيمه الاوفست ده اللي هتسببه اللودز دي. تمام، اللي هو انا بجيبه من ان انا احل الشكل دوت كانه سمبل سبان. طبعا لو شكل سهل، لو انت عندك ده ديستريبيوتد لود فانت عارف على طول ان قيمه الدروب ده بيقل سكوير على 8، او لو كونسنتريتد لود بيقل على 4، انت عارف ان هو بيقل على 4 ومكثفته يبقى بي في اف بي على ال. تمام بالظبط كده، بس لو عندك شكل غريب شويه زي ده او زي سبان اي بي فانت حله كانه سمبل سبان، هتعرف تجيب قيمه الدروب تحت اي لود انت عايزه. تمام، بالنسبه للشكل بتاع الانهيار بقى او ده الترم الثاني، مش قيمه الدروب، القيمه دي دايما بحسبها على اساس ان هي على اساس، يعني بجيبها بحسبها ازاي؟ معلش هاخد الافرج او المتوسط في الحته من فوق. خليني اسالك سؤال. تمام، شايف الشكل السمبل سبان اللي على الشمال دوت؟ تمام، لو جيت عملت سكتش بسيط كده لشكل المومنت تحتيه يبقى حاجه بالمنظر ده كده، طبعا مع التحفظ ان اخر حته دي المفروض تبقى بابولا علشان خاطر ال عشان خاطر السبيتد لود. تمام، انا تقريبا بس بسكيب، خلينا نعملها تاني سريعا، حاجه بالمنظر ده كده. تمام كده، تمام. طيب الكلام ده لو الشكل ده ايه؟ طيب لو انا عندي هنا دي فيكسد هتطلع عندي فوق نيجاتيف مومنت، عندي ده فيكسد وعندي هنا مومنت، خلينا نسمي اي حاجه دلوقتي بس كده ايه، وعندي هنا مومنت، فالشكل ده كله هيحصل ايه؟ هيطلع لفوق كده. تمام، ممكن يلف لو القيمه دي غير القيمه دي. تمام، فيبقى ده شكل ايه؟ المومنت اللي عندي. تمام، لو انا وصلت من النقطه دي للنقطه دي، مش دي قيمه الدروب اللي تحت اللود اللي اسمه 20؟ تمام، ده نفس اللي انا عملته، ان انا سويت قيمه الدروب دي بالشكل اللي هنا وانا عارف قيم المومنت. تمام، يعني احنا لو مسحنا كل ده فرجعنا ده مكانه، انا عارف ان شكل اللودز ده بيسبب لي دروب هنا بالقيمه اللي هي 114 دبليو. تمام، طيب لما يبقى عندي دي ام بي ودي ام بي ودي 32 دبليو،
قيمه الدروب ده كام؟ بحسب الافرج ما بين الاثنين 30 وال 100. الاوفست ده هو ال 114 دبليو. طيب ال 114 دبليو لو حليتها مع الارقام اللي موجوده هنا دي ما اقدرش اطلع قيمتها؟ تمام. اللي هي عباره عن 2 على 3 ام بي زائد 16 دبليو. تمام. قول كل اسئلتك اللي عندك. لا تمام خلاص فهمت القيمه بتتحسب ازاي، بس انا كنت اشوف قيمه اللي هي اللي الترم اللي على الشمال مش قيمه الدروب. انا فاهم قيمه الدروب بحسبه ازاي، لكن بس كنت عايز اعرف القيمه اللي على الشمال وخلاص. تمام. طيب تمام شكرا. حد تاني عنده سؤال تاني؟ باشمهندس محمد جمعه افتح المايك وتعالى. باشمهندس محمد صوت. ايوه حضرتك معانا من اول السكشن. اتفضل. كله كان واضح الامانه، يعني السكشن ده مش سكشني بس. لا لا مش ممكن، انت منورني ربنا يخليك. تسلم. تمام. في حاجه مش واضحه في السكشن؟ لا تمام. يعني اسالك بحت. اتفضل. تمام خلينا نرجع لاول جزء خالص، كان جزء جميل. هنا انا حددت اماكن البلاستيك هنجز ازاي؟ ما بنفس الفكره ان انا عارف ان عدد البلاستيك هنجز عشان يحصل فيلير لاي جزء هو النمبر اوف انديترمينسي بلس 1. تمام. فهنا فيكسد عندي الانونز 4 والايكويشنز 2، فانا كده توايس ستاتيكلي انديترمينت، يبقى محتاج 3 بلاستيك هنجز. تمام. اماكنهم طبعا عند يعني السبورت وعند تحت اكبر لود، اللي هي الاماكن اللي فيها اعلى مومنت ممكن يحصل. طب اشمعنى انا في السبان ده ما حطيتهاش عند السبورت؟ ما اوريدي اصلا يعني عشان ده جزء كانتليفر، هو انا يعني انا حاسب الكانتليفر لوحده ان هو حصل له فيلير، دي كيس لوحدها. ممتاز. معنى ان انا احط بلاستيك هنج هنا معناه فيلير في الكانتليفر، ملوش علاقه بالسبان ده بقى هيحصل فيه ايه. لو انا فرضت ان هنا في بلاستيك هنج فده معناه ان الكاميرا كلها حصل لها فيلير، فهنا ما ينفعش ارجع واقول تاني ان هيحصل لي فيلير في الكانتليفر. ده اللي انا كنت عايز اسمعه. تمام شكرا جدا لحضرتك. شكرا. يا شباب حد عنده اي سؤال تاني؟ طيب كده انا خلصت، يعني لو حد عنده اي سؤال يتفضل، لو ما حدش عنده سؤال فكده يعتبر السكشن بتاعنا خلص. باشمهندس انا كان عندي سؤال بس في السكشن اللي قبليه، ينفع؟ السكشن اللي قبليه اللي هو بتاع مسألة اخر مسألة في شيت 2 بتاع الفريم، مش عارفه اخر مسألة في شيت 2 بتاع الفريم. تمام. هل دي مشكلة عامة في المسألة دي ولا مشكلة في حاجة معينة؟ يعني ممكن ابعت لكم حلها. هو انا بس اول يعني مشكلة واحدة بس، انا مش عارفة اضرب ال M نوت في M 1، بس مش عارفة يعني الشكل مش عارفة ازاي اضربه. انا ممكن افتح شير سكرين وحضرتك بس تقول لي ازاي اضربهم في بعض. يعني هي المشكلة مش في كورس السند، المشكلة في حل الفيرشوال ورك. اول خطوة بس الفيرشوال ورك مش عارفة يعني الاثنين مش عارفة اضربهم في بعض. طيب خليني بس مبنيش على حلك، انا المساله دي احلها وابعتها لكم بحيث ان لو حد تاني عنده مشكله في حل الفيرشوال ورك فيها يشوف الحل ويقدر يقارن حله بيها. طيب شكرا. مش معاك. شكرا. ينفع تبعت لنا الورق ده بتاع السكشن النهارده البي دي اف دي يعني؟ تمام ما عنديش اي مشكله. شكرا. باشمهندس اتفضل. هو دلوقتي ال ام بي او الام بلاستيك كنا بنحسبها في اول الترم لو قطعات ستيل يعني، فدلوقتي لو في قطعه خرسانه وفي تسليح عايز احسب له ام بي عشان محتاج اعوض في معادله في الكود يعني، فالام بي دي احسبها ازاي لقطعه خرسانه يعني؟ الام بلاستيك لقطاع خرسانه. طيب خلينا نقولها بشكل اوضح تاني، هي الام بلاستيك لقطاع خرسانه مسلحه. ان لو بتتكلم عن ام بلاستيك لقطاع خرسانه فهي بيس اوف كيك، كانه قطاع ريكتانجل عادي وهتمشي معاه بنفس الخطوات بس بالبروبرتيز بتاعت الخرسانه. فقطاع خرسانه مسلحه لما بتيجي تحسب له اي بروبرتيز فهي كان دايما بيقابلك مشكله. ايه هي المشكله اللي انت كنت بتعوض بيها؟ بحاجه اسمها اللي هي كانت ب8 او ب10 اللي هي فرق بين الاي بتاعت الخرسانه والاي بتاعت الستيل. يعني كان مسماها. خلينا اتفق معاك ان في الكورس ده انت مش هتتعرض لحاجه زي دي.
مش هيطلب منك ان انت تحسب حاجه لقطاع خرسانه او قطاع خرسانه مسلحه، بس انت لو عايز تستزيد فمعاك المراجع اللي الدكتور بعته. بصيت عليه؟ لا للأسف لا. طيب المراجع ده مراجع ممتاز جدا لانه بيتكلم لغه سهله وبادئ من البيزكس، فانت لو حابب تستزيد انصحك بيه جدا، يعني هيكون مفيد ليك اكتر مني، ان انا ما تعمقتش في الحته دي قوي. غير كده هو الكتاب لغته سهله، يعني ده يمكن من اسهل حاجه ممكن تقرا فيها عن موضوع البلاستيك اناليسيس. تمام يا باشمهندس، تمام، شكرا. يعني يا شباب، حد تاني عايز يسأل عن أي حاجة؟ باشمهندس، بس كان في حد من زمايلنا ما حضرش، فكان بعت لي بيسألني هو في غياب ولا لأ. بس لا يا شباب، مفيش غياب. شكرا. طب شيت رقم 3 ده نزل ومعاه تسليم امتى؟ استلم بس شيت 2 الأول، بعد كده نفكر في تسليم شيت 3. المفروض شيت تقريبا اترفع من زمان، يعني تقريبا شيت 2 المفروض الديدلاين بتاع الأسبوع الجاي اصلا. طب خلاص ماشي، احنا رفعناه يعني تقريبا، يعني في ناس رفعته عموما على اللينك. اللي بلغت بيه ان شيت 2 الديدلاين بتاع الاسبوع الجاي. شيت 3 عباره عن 3 مسائل، واديك شايف المساله ما بتاخدش وقت، فما اعتقدش يعني ان هم هيسيبوا له وقت كتير، بس يعني مش كمان مش تاخد وقت في حله، ومعاكوا اصلا مساله محلوله اهي. هو معلش يا باشمهندس، هو الماده لسه فيها كتير لسه، يعني لسه في مواضيع كتير لسه تتشرح او شيتات ثانيه ولا؟ تمام. انا اتكلمت مع دكتور هشام، وهو دكتور هشام يعني كان. طيب نقفل ايه؟ يا استنى، ستوب شير، ستوب ريكورد، اقفل انت كمان.